قادوس إلكترونية يقحم ولي العهد في حشيش طوطو. استنكر عدد من المتابعين إقحام الموقع المتطرف كود لولي العهد في موضوع حشيش طوطو، وفي هذا الصدد تساءلت الصحافة: ما هذا الإقحام الغريب لولي العهد؟ شنو بغى يقول لنا القادوس الإلكتروني ومن معه؟ ما فهمتش وبغيت نفهم. زعما ما عندكمش الحق ترفضوا أو تنتقدوا هذا طوطو حيث ولي العهد حضر حفلة؟ زعما طوطو فنان القصر ومن النخبة الفنية، ويجب أن يؤخذ قدوة وبالدليل أن ولي العهد حضر حفلة. زعما إذا انتقدته فأنت تنتقد ولي العهد، أو زعما هكذا سيكون العهد القادم؟ وبكل بساطة باغين تقول لنا ولي العهد الراعي الرسمي لحشيش طوطو، بغينا غير نفهمو شنو باغين باش نوجدو راسنا للنسخة الجديدة. تجدر الإشارة إلى أن طوطو أثار الجدل بسبب مجاهرته في ندوة مهرجان الرباط بتدخين الحشيش وتفوهه فوق المنصة بكلمات نابية ومخلة بالحياء.